بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قناة عالم رونا، هقدم لكم النهاردة فيديو عن جزيرة النباتات، أحد أهم المزارات السياحية في مدينة أسوان. تابعوا معايا الفيديو. أمتع الأنشطة التي تجذب السائح ركوب المراكب الشراعية في رحلة نيلية رائعة للوصول إلى الجزيرة، مستمتعا بأروع المناظر الطبيعية وأشجار النخيل التي ترخى فروعها على مياه النيل في منظر خلاب، وانعكاس الشمس على سطح النهر يأخذك لعالم من السحر والخيال. على الجزيرة سوف تستمتع بالتجوال في ممرات المعدة للسير بحرية لاكتشاف الجزيرة ومشاهدة الزهور والنباتات النادرة والطيور الملونة والغريبة.
تستمتع كثيرا بالمشي على طول كورنيش أسوان، وأفضل وقت لذلك هو وقت الغروب أو وقت الشروق لمشاهدة غروب أو شروق الشمس فوق النيل العظيم وفوق معالم أسوان في منظر بديع لا يقاوم. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وإذا أعجبكم لما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كنت معكم عالم رونا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.